السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا ومتواصلين معاكم في برنامجكم اليومي ترحيب. حياك الله يا صباح وحياكم الله يا مشاهدينا. اليوم عندنا مواضيع عديدة، منها اللي له صلة باليوم الوطني وغيرها من المواضيع. راح نبدأ حلقتنا اليوم باستضافة العميد علي بن سلمان المهندي اللي راح يحدثنا عن تفاصيل المسير العسكري اللي بيصير يوم الثلاثاء الجاي الساعة 8 الصبح إن شاء الله. حياك الله سيادة العميد، وإن شاء الله بإذن الله تكون هناك معلومات قيمة للإخوان اللي بيحضرون المسير إن شاء الله. الله يحييك ويحييك. وأيضا بنكون مع أبطالنا اللي بيضوا الوجه وجابوا جوائز من ماليزيا في بطولة اليوسي ماس وغيرها من المواضيع اللي راح تعجب إن شاء الله. اليوم مشاهدينا راح تكون عندنا مواضيع كثيرة، منها اللي لها صلة باليوم الوطني ومنها الكثير من المواضيع اللي تهمنا وتهمكم. ونبدأها من صباح أمس، حيث أقيمت بكورنيش الدوحة البروفة النهائية للمسير الوطني الذي ينفذ في اليوم الوطني للبلاد، وضمت البروفة عروضا عسكرية للجهات المشاركة من القوات المسلحة وأيضا من الحرس الأميري وقوة الأخوية ووزارة الداخلية. وللوقوف مشاهدينا على الاستعدادات النهائية للحدث الكبير، معنا رئيس اللجنة الأمنية لاحتفالات اليوم الوطني وقائد مجموعة المواكب والدوريات بقوة الأخوية العميد علي بن سلمان المهندي. في البداية أستاذ علي والعميد علي، نرحب فيك في برنامج ترحيب، وبارك لك أيضا بقدوم اليوم الوطني واقترابه منا جميعا. الله يرحم والديك ويبارك فيك إن شاء الله، مبارك لكم بعد على الحية. في البداية طبعا نهنى سيدي سمو الأمير وسمو ولي العهد والشعب القطري وجميع من يقيم على هذه الأرض الطيبة بالمناسبة هذه الطيبة، ونتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع بإذن الله. في البداية ودنا تحدثنا عن جاهزيتكم لهذا اليوم الكبير، اليوم الوطني وهذا المسير اللي راح يقام على الكورنيش. طبعا اليوم الوطني هذا للسنة الخامسة يمكن أنا أكون رئيس اللجنة الأمنية لهذه الاحتفالية، فالحمد لله الاستعدادات بدأت من فترة طويلة باجتماعات تنسيقية بيننا وبين الجهات الأمنية والجهات المرورية للوقوف على جاهزية هذا اليوم، وفي نفس الوقت إن للوقوف على إنجاح هذا اليوم. نعم. وإن شاء الله بتشوفون جميع الإجراءات إن شاء الله راح تكون في صالح الجميع. بإذن الله. سعادة العميد، يعني الكل يترقب المسير الوطني اللي يصير عندنا كل في كل يوم وطني، وكل احتفال ايضا يقام عندنا والكل ينتظر هذا المسير الوطني. يعني احنا ودنا نسالك عن البروف اللي صارت امس، كيف كانت وكيف استعداداتكم ايضا انتم كمشاركين؟ والله مثل ما نقول البروف يمكن صار لنا فتره واحنا التدريب مستمر من قبل جميع الجهات، سواء القوات المسلحه والحرس الاميري او قوات الامن الداخلي وكذلك وزاره الداخليه، عندهم بروفات صار لها فترة طويلة، وإحنا قلنا يمكن من ينتهي اليوم الوطني في بعض الجهات تبتدي للبروفات لليوم الوطني القادم للسنة القادمة. فدائما يعني سعادة رئيس الأركان ووزير الدولة للشؤون الداخلية وقائد الحرس الأميري حريصين كل الحرص على إنجاح هذا اليوم وظهور هذا اليوم بظهور مشرف للجميع. نعم. ودنا تحدثنا عن عدد القوات المسلحة اللي بتشارك في هذا المسير الوطني. طبعا القوات المسلحة يمكن بتكون القوات المسلحة من الجيش بتشارك، الحرس الأميري راح يشارك، وزارة الداخلية ممثلة في جميع إدارات الأمنية، قوات الأمن الداخلي الأخوية طبعا بعد راح تشارك بفعاليات عديدة يعني في هذا الحرس الأميري أعتقد بس. نعم راح يشارك. احنا كل سنه ننتظر جديد منكم ايضا، في كل سنه لازم يكون في شيء جديد وشيء مفاجئ للجماهير، وايضا بالاضافه للاليات العسكريه الموجوده، احنا ودنا نتحدث عن هذه الاليات وبعدها راح نتطرق للمفاجات اللي محضرينها ان شاء الله. هو طال عمرك بالنسبه للجديد دائما احنا حريصين كل الحرص انه ما يكون اي تكرار للاشياء اللي موجوده، فجميع الاليات جميع المعدات العسكريه تكون جديده، ويمكن وحتى بالنسبه للافراد اللي يشاركون في المسير ولا هذه يكونون اعدادهم غير، وتكون يعني حتى ما يقومون به جديد بالنسبه للناس. فحتى يمكن بعض الفقرات يمكن ما شافوها الناس في البروفا راح تكون في العرض العسكري مفاجاه للجميع. نعم سيادة العميد، احنا بنكمل حوارنا لكن بعد هذا التقرير. كورنيش الدوحة صار جاهز لليوم الوطني،
الزينة والأضواء وأجواء الفرح نشوف أخوان المشاهدين في هذا التغيير. ساعات معدودة تفصلنا عن اليوم الوطني. شوارع الدوحة تتزين بانتظار يوم التكاتف والولاء. تكاد تظن عندما تنظر إلى شجر النخيل أنها تتلألأ كعرائش تلبس حليها من القناديل المضاءة وتتجهز بكامل جماليتها لليوم الأقرب إلى قلبها. من دوار الديوان الأميري إلى دوار شيراتون تمتد الزينة معلنة للمارين عن قرب موعد الاحتفال الكبير. من هنا سينطلق المسير، وعلى هذه الصفوف ستجلس الحشود لمشاهدة العرض العسكري. مدرجات رصفت على جوانب الكورنيش ليملأها حشود الحاضرين بقلوب فرحة تطغى عليها روحية الأداء. نفس ما شفنا مشاهدينا هذه الاستعدادات والكورنيش جاهز، ونفس ما شفنا يعني سعادة العميد الكل في قطر جاهز حق المسير العسكري، المكان الكورنيش الكل بانتظار شارك الانطلاقة. صار لنا والله اسبوعين ثلاثة مداومين في هالمكان على طول اول باول يعني. نعم احنا عندنا اعطيتنا سعادة العميد بعض الخطط التوضيحية اللي راح توضح لنا خطة المسير الوطني وايضا خطة التأمين العسكري اللي راح تصير ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله. فيا ليت تبين بس ان شاء الله خارطة اول شيء بالنسبة للمسير. نعم. راح يبدا ان شاء الله. نعم. من الساعة 8:30 بين الساعة 8:30 و9 إلى ربع. نعم. من صباحا من خلال وصول راعي الحفل سيدي سمو الأمير أمير البلاد المفدى. هذا خريطة سيادة العميد على الشاشة؟ لا الخارطة الثانية. نعم. أو الخارطة. نعم. نعم. نحن ممكن نتكلم عن هذه الخريطة وبعدها ننتقل إلى الخارطة. زين هذه الخارطة تبين لك اللي هو النقاط اللي أو الخطة اللي إحنا ماشيين عليها فيما يخص اليوم الوطني. نعم. من خلال أماكن وقوف السيارات بالنسبة للجماهير. نعم. يمكن تبين لك 7 أماكن وفرناها لوقوف الجماهير. نعم. منها يمكن على سبيل المثال للحصر اللي هي مواقف قطر للبترول ومواقف البريد وكذلك مواقف نادي قطر، مواقف اللي خاصة بأزدان وكهرماء، ومواقف اللي خاصة برج أشغال عفوا. نعم. كذلك عملنا خطة لنقل هذه الجماهير من خلال توفير 64 باص لنقل الجماهير لغاية المسارح اللي موجودة على منطقة الكورنيش. كذلك عملنا على توفير 7 خيام للاستعلام. نعم. هذه الخيام موجود فيها رجال الشرطة من النساء والرجال على أساس وفرنا العنصر النسائي. نعم. على أساس الأطفال لا سمح الله إذا كان في فقدان لبعض الأطفال ولا شيء يكون هذا الاستعلام من خلال هذه الخيام اللي موجودة 7 مواقع تقريبا. نعم. وهذه يعني سعادة العميد الخطة الثانية عن التأمين اللي هي هذه خطة المسير. نعم. تبتدي مسير من خلال وصول سيدي سمو الأمير أمير البلاد المفدى، من بعدها بيتم السلام الوطني، ثم قراءة القرآن، بعدها بتكون كلمة لسعادة سيدي رئيس الأركان. نعم. بعدها راح يبتدي المسير من خلال دخول خيالة الحرس الأميري. نعم. ودخول الهجانة. بعدها بيبتدي المسير بالنسبة للأفراد اللي بيكونون من دوار الإعلام لا
لقاية مدخل وزارة الداخلية، وبالنسبة للآليات من دوار الإعلام لقاية اللي هو دوار الديوان. الآليات احنا سألناك عنها لكن ما قلت لنا عنها، الآليات المشاركة اللي راح تكون إن شاء الله. الآليات هي راح تكون جميع ما هو جديد بالنسبة لجميع القوات، يعني ما نقدر نحصر لك حتى مثل ما أقول لك، يعني حتى بعض الأشياء يمكن ما بينت في العرض ما بينت عفوا في البروفة راح تبين في العرض العسكري بإذن الله. أنا ودي أرجع سيادة العميد إلى نقطة المواقف، ذكرت أن فيه مواقف لكهرماء والأزدان وأزدان، يعني هل هي الطوابق المتعددة ولا المساحة؟ هي في بعضها راح تكون أرضية وفي بعضها طوابق متعددة مؤمنة ومنظمة من خلال تواجد دورية من أفراد المرور على أساس تنظيم الحركة، وفي نفس الوقت دوريات أمنية موجودة حق لا سمح الله أي طائر. طيب لو بغينا يعني نصائح للناس اللي بيحضرون إن شاء الله المسير الوطني على الكورنيش، شو النصائح اللي تقدمونها لهم بحيث أنهم يوصلون بكل سلامة وبكل سهولة؟ نعم، النصيحة الأولى الحضور المبكر، يعني الحضور المبكر ضروري، لأن يعني نقول الساعة كم مثلا؟ يعني نقول والله يعني بعد 7 ما راح يكون لك شيء، لأن العام يعني حتى والله يمكن من 6:30 امتلت المسارح كلها وبدأنا ننقل الناس على الجهة الطرفية من الكورنيش. أنا العام طالع من البيت 5:30 والله بعد مثل ما أقول لك، يعني في ناس ما شاء الله سبقتنا قبلنا موجودة في مسارح والكراسي اللي مخصصة. فإحنا أول شيء النصائح إن الحضور المبكر، اتباع إرشادات والتعليمات الخاصة برجال الأمن ورجال المرور اللي بيكونوا موجودين على الدوارات على أساس تسيير حركتهم. احنا راح نبتدي إغلاق مبكر في بعض المناطق لأن في نزول بالنسبة للقوات، في نزول بالنسبة للآليات، راح يكون يضطرنا للإغلاق. طبعا المناطق اللي راح نغلقها مبكر ما راح يكون لها أي دخل بالجمهور، يعني أنا أقول وأوجه هذه للناس إنها لا تفكر إن أنا لما أغلق مبكر إنه راح يكون فقط الناس اللي راح توصل المناطق اللي مغلقة اللي كبار الشخصيات وهي، لكن الجمهور المعتاد راح يكون له خط سير مرسوم لقاية المواقف اللي تحدثنا عنها مسبقا، وراح يوجهونهم رجال الشرطة لهالمكان، وفي نفس الوقت راح تكون باصات انتظارهم على أساس نقلهم مشروحة يعني وتوصيلهم لأقرب نقطة للمسار. وأيضا كانت مشروحة مفصلة في الجرائد يعني الصحف، يعني شفنا حتى احنا بعد يمكن هذه البروشرات تفضل توزعت يمكن حول 50,000 بروشر توزع على شفتها في درب الساعة اليوم. اي نعم، فهذه ممكن ان الواحد يطلع عليها يعني ويعرف تفاصيل كل شيء، يعني هذه نزلت في الجرائد صار لها يومين. اي موجوده، يعني هذه هي مشاهدينا تعرض تقريبا كل الفعاليات الموجوده وجدول الفعاليات والاماكن الموجوده ورجال الشرطة حتى وين تواجدهم بالنسبة للخيام. نعم، وإحنا أيضا من قناتنا من برنامج ترحيب نوجه لكم رسالة مشاهدينا بأن نفس ما قال سعادة العميد الحضور المبكر هي أهم نصيحة وجهها لكم، وراح توفر لكم مواقف في أكثر من مكان موجود فيه، راح يكون عندكم مواقف في البريد، وراح يكون عندكم مواقف في نادي قطر وإزدان وأشغال وقطر للبترول، ما عليكم لأنكم تتواجدون من وهل، وفي راح يكون عندكم 64 باص ان شاء الله راح يكونون موجودين وتحت امركم وراح ينقلونكم لين مكان المسير. يعني سعاده العميد علي بن سلمان المهندي رئيس اللجنه الامنيه لاحتفالات اليوم الوطني وقائد مجموعه المواكب والدوريات بقوه الاخويه، نشكر لك على حضورك معنا في برنامج ترحيب وعلى توضيحك يمكن العديد من الامور اللي كانت تهم الجماهير والمشاهدين ايضا. الله يجزاكم خير، ونحن نعيد الشكر لكم على هذه الاستضافه. سيادة العميد ودنا نعرف بس إذا مثلا عندك كلمة تحب تختم بها هذه الفقرة، يعني الوقت داهمنا، فإذا عندك كلمة تحب تختمها في نهاية والله أكرر شكري لكم، وفي نفس الوقت إن مثل ما نقول إحنا راح نكون متواجدين لخدمة الجميع، لا يظن البعض إن إحنا موجودين للتربص بأحد، بالعكس إحنا ودنا السلامة ودنا إنك الكل يحتفل ويرجع لبيته سالم غانم، يعني ما ودنا لا سمح الله جميع الأشياء يمكن اللي احنا ذكرناها سواء من خلال النشرات سواء الجرائد أو حتى ما تفضل فيه مدير المرور من خلال برنامج وطن الحبيب
صباح الخير فيما يخص التعليمات الخاصة بإدارة المرور أو المخالفات أو شيء، كلها لسلامة الجميع. ما نقصد منها لا سمح الله، إحنا نبغيك ترجع تحتفل وتكون سالم. هذا بخصوص المسيرة يمكن. نعم بخصوص المسيرة. نبي الناس يكونون سالمين غانمين يرجعون لبيوتهم، ما نبغي لا سمح الله يشوب هذا الفرحة أي شايدة. إن شاء الله بإذن الله راح يحتفلون ويستانسون ويرجعون سالمين غانمين إن شاء الله لبيوتهم والأهاليهم. نشكر لك سعادة الحميد حضورك، وإن شاء الله نستضيفك في مرات قادمة. مشاهدينا أيضا ضمن فعاليات اليوم الوطني رسم 500 طفل كلمة قطر على شاطئ كتارة بتنظيم من المركز الطفولي مركز قطر للطفولة. تابعوا هذه التفاصيل في هذا التقرير. والموت ما هابه رجال صاملين، يبلش بنا الغاشم بحزات النشب، وحنا اسود والوطن مثل العرين، وعلى الوفاء له ما ندور للسبب ما دام حبه صار مثل الاكسجين. قطر موطني مثل من تربى فيه، راعي البل والمال والغيس والفلاح، رجاله ما اسمعوا البيت تضيح قطر والروس الا العالم مطاح. يا قطر انت بلدنا وحناش جنود، تامرين وحناش فداه، والمؤسس جاسم جعل الجنه ثواه، دارنا دار ومش سدد الله خطاه. طبعا اخوان المشاهدين، قناة الريان انفردت بهذا التصوير اللي شفناه من خلال هذا التقرير. طبعا الاطفال اللي شفتوهم في هذا التقرير اصروا انهم يصورون، مع ان الجو كان يعني جو مطر وكان يعني بارد نوعا ما، وكان التصوير بطيارة هليكوبتر خاصة بقناة الريان. وان شاء الله ان يعني التقرير عجبكم. وما ادري يا صباح ايش رايك في التقرير؟ صراحه مبادره حلوه من المركز قطر للطفوله بانهم يرسمون هذه اللوحه من الاطفال، من على الرغم من المطر، يعني موجود المطر والبرد، لا اصروا انهم يرسمون هذه اللوحه. صراحه شكرا لهم وشكرا على القائمين على هذه الفعاليه. مشاهدينا، لم يسبق لهؤلاء الاطفال ان مارسوا العرض القطريه من قبل، الا ان وقع موسيقى الاغنيات الوطنيه جعلهم يتمايلون معها ويصدحون باصواتهم عاليا خلال احتفالهم باليوم الوطني. معهد النور للمكفوفين وفي خطوه لمشاركه افراد المجتمع كافه في يوم الفرح الوطني، نظم احتفالا تنوعت فيه الفقرات اللي قدمها طلاب المعهد كالعرض التراثيه القطريه، ومسابقه طرحت فيها اسئله بشان تاريخ وطننا الحبيب، تعبيرا عن حبهم وولائهم للوطن. Thank you.
لم يسبق لهؤلاء الأطفال أن مارسوا العرضة القطرية من قبل، إلا أن وقع موسيقى الأغنيات الوطنية جعلتهم يتمايلون معها خلال احتفالاتهم باليوم الوطني. وأبنائنا في الواقع المكفوفين هم جزء من أيضا سياسة دمجهم في المجتمع، وشعورهم بأن لهم حق أيضا يحتفلوا، وكما نشاهد الأنشطة جميلة ويعبروا عن سعادتهم بهذا اليوم، ويعبروا عن أيضا أمانيهم في الواقع بخدمة هذا البلد، لأن هذا اليوم في الحقيقة هو يوم أن يقف كل فرد في هذا الوطن أن يقيم نفسه ماذا أعطى لبلده، وبالتالي المكفوفين أيضا في هذا اليوم يشعرون بنفس الشعور، وأيضا يأملون بأن يعطوا المزيد حتى العام القادم، وأن يحتفلوا أيضا احتفال بمزيد من الإنجازات في العام القادم. معهد النور للمكفوفين، وفي خطوة لمشاركة أفراد المجتمع كافة في يوم الفرح الوطني، نظم احتفالا تنوعت فيه الفقرات التي قدمها طلاب المعهد كالعرضة التراثية القطرية، ومسابقة طرحت فيها أسئلة بشأن تاريخ وطننا الحبيب تعبيرا عن حبهم وولائهم للوطن. اشتمل الاحتفال على العديد من الفقرات من أبنائنا الطلبة، وهذه الفقرات كانت فقرات ثقافية ترفيهية متنوعة، ومسابقات تعبر عن حب معهد النور للمكفوفين، سواء كان من هيئة إدارية وتدريسية وطلاب لبلادنا قطر، وأيضا تعبر عن اعتزازنا وفخرنا بأمجاد هذا الوطن الغالي. المناسبة هذه تهمني أنا بشكل أكبر بحكم دمج الطلاب المكفوفين أو الطلاب ذوي الإعاقة، حتى دمجهم اجتماعيا في هذه الفعاليات وفي هذه المناسبات العزيزة. مثلا عندك الحين دمجهم في هذه الفعالية يحسسهم حتى بالانتماء والولاء للوطن، وحتى من ناحية اجتماعية. رايك يا جلال في التقرير؟ الاحتفالات مستمرة في كل مكان مع اقتراب اليوم الوطني، وانا اعتقد اليوم مفروض ان عندكم حفل في جامعة قطر، بس يمكن الاجواء والله يا جلال احنا الحفل تأجل الى يوم الاربعاء، ان شاء الله راح يكون في نفس الوقت ونفس المكان في استاد الجامعة من الساعة 2 الى الساعة 9 ان شاء الله. ان شاء الله خيره باذن الله، ان شاء الله تتخوين ونروح مع بعض ان شاء الله باذن الله. لا زالت احتفالات اليوم الوطني نابضة في مدارس قطر، ولعل مدرسة الرشاد النموذجية للبنين احدى هذه المدارس اللي قدمت عروض خاصة بمخطط قطر 2030. أكثر تفاصيل عن الأجواء الاحتفالية نتابعها في التقرير التالي ثم نعود. الأوبريت يتكلم عن نقطة مهمة اللي هي رؤية قطر 2030، يعني في الأساس طبعا اختصرنا احنا المسرحية بحوارات مبسطة لتكون للطفل، نعبر فيه عن حب الوطن، ومن احنا نثقف الأطفال اللي طالعين في الجيل هذا شنو كيف كانوا الماضي. وفعلا أنا أختصر في عبارة واحدة، أن التراث هو أساس كل دولة قوية. أهل قطر تحضيرات رائعة، وكل يعني على قدم وساق، ويمكن هاي يعبر جزء بسيط عن اللي يحسون فيها، ترى مو بكل إحساسنا، ولكن اللي يعني مو بقادرين نعبر أصلاً، مو بكل إحساسنا، مو بكل اللي عندنا، اللي داخلنا أكثر.
يعني أنا لما أقعد أشوف بس كذي يعني وأنا في المدرسة تخنقني العبرة. فالله يخلي لنا قطر وأهل قطر وسمو الأمير والدنا القائد حمد بن خليفة وولي عهده والأسرة الحاكمة أجمعين يا رب، ويحفظها البلد آمن يا رب العالمين. الله يخليها لنا طول العمر، الله يوفقها يا إن شاء الله نرفع مستواها المستوى الأول، وإن شاء الله نفوز في 2022. قطر هي بلادي وأنا أحبها، وأنا بسوي كل شيء عشان أرفع علم بلادي وبخلي أجدادي يفتخرون فيني. نعم يا صباح، مثل ما قالت الأخت الفاضلة، يعني في هذا اليوم الوطني وفي هذا العرس الوطني الواحد يعجز وتعجز الألسنة وتعجز كل التعابير أن توصف يعني إحساس ومشاعر المواطن القطري في هذا اليوم. صدقت يا جلال، يوم عزيز على الكل، يوم يعني الكل ينتظر بفارغ الصبر من سنة إلى سنة ثانية. بعد الفاصل بنكون مع الفائزين في المسابقة الدولية لمفهوم الحساب الشامل. حياكم الله مشاهدينا ويا مرحبا ومسهلا بكم بعد هذا الفاصل. حياكم الله مشاهدينا وحياك الله يا جار الله وحياكم الله الشباب الموجودين معنا في الاستديو. في البدايه مشاهدينا نفس ما نعرف شاركت قطر في المسابقه الدوليه للمفهوم الشامل للحساب الذهني في ماليزيا من خلال مركز انفوتك للرياضه الذهنيه، وقدم ابناء قطر نجاحات كبيره وتمييزا ملحوظا في قدرتهم على الحساب الذهني بسرعة كبيرة تفوق على سرعة الحاسبة. تبارك الله، لا إله إلا الله. معنا اليوم أطفالا حققوا نجاحا ووالد طفلة يحدثون عن هذه المشاركة. نعم. في البداية نرحب فيكم أخونا نواف خليل عبد الكريم، ونقول لك في البداية نبارك لك ونرحب فيكم عيالنا، ونقول لكم مبروكين. الله يبارك. يا مرحبا ومسهلا فيكم. في البداية ودنا يعني تحدثنا عن هذا الشعور، يعني عقب ما فازت ريان الله يخليها لك إن شاء الله بالجائزة في المركز الأول على المستوى الثاني في اليوسي ماسي. والله قبل أتكلم عن شعوري بغيت أخذ الفرصة هاي أني هني سمو الأمير المفدى، أمير البلاد المفدى الشيخ حمد الخليفة الثاني قرب اليوم الوطني، ولي عهد الأمين وشيخ الموزر رعاية التعليم، وهديهم إنجاز الشباب كلهم. وقبل ما أنسى أخص بالذكر أمين العام للجنة الأولمبية الشيخ سعود عبد الرحمن الثاني على دعمه السخي صراحة للأطفال والجروب ككل. بالنسبة لشعوري، طبعا شعور أي أب وأي والد يعني أن بنته تنجز إنجاز أو كان ولده طبعا سعيد بهالإنجاز، أن قدرنا على الأقل نرد جميل أو شيء لبلدنا قطر يعني. نعم. احنا ايضا ودنا نرحب في عيالنا واخواننا. في البدايه فجر، انت فجر خالد زياره فزتي في المركز الاول، قولي لي شعورك انت يوم فزتي هناك ورحتي مثلتي قطر في ماليزيا؟ كنت مستانسه وايد. زين، وش لما فزتي، لما قلت انت اخذتي المركز الاول، ايش سويتي؟ فرحتي وايد. ريان اول شيء بعد مبروك نقول لك، ريان خليل عبدك، ريان خليل طبعا صباح نرحب بريان في قناه الريان، يعني اسم ان شاء الله انه على مسمى، الله يحفظها ريان. طبعا ريان باب من ابواب الجنه، الله ان شاء الله يرزقنا بالدخول من خلال الله. ريان، ايش كان شعورك انت يوم فزتي في الجائزه؟ انت فزتي في المركز الثاني للجائزه، نفس مشاهدينا احنا بس ما نشوف جوائزهم موجوده عندهم ما شاء الله عليهم، وايضا اخونا عبد الله. ريان قولي لي، تسمعيني ريان، قولي لي انت يوم فزتي ايش كان شعورك؟ كنت مستانسه وايد؟ مستانسه وايد. انزين، وبعد ايش كان، ايش قلتي حق اهلك اول ما فزتي؟ قلتي لهم الف مبروك؟ ايه. ها؟ هم اللي باركون لها. يستاهلون هم. هو يا جار الله يعني يباركون الاهل بفوزهم، يعني الفوز واحد يعني. هذه جايزه شريان؟ هذه هي؟ ممكن. طبعا معنا عبد الله الخاطر. نعم. معنا عبد الله الخاطر الفائز بعد المركز الاول في المستوى الثالث. نعم،
حدثنا عن مشاركتك، شلون كانت المسابقة، شلون كان التنظيم، في نفس الوقت شعورك يوم فزت بهذه الجائزة اللي نشوفها قدامك. صراحة شعور لا يعبر، لأن أول مثل دور قطر رفعت العلم. طبعا الحين نشوف صوركم وانتم اعتقد في مطار الدوحه، مطار الدوحه مراجعين ورافعين علام قطر، بيض الله وجيهكم، وعلى صغر سنكم يعني حققتوا انجاز ورفعتوا علم قطر، وان شاء الله باذن الله يعني اذا ان شاء الله كبرتوا بعد بتكون انجازاتكم اكبر بإذن الله. ولا يا ريان ايش رايك انت، راح تسوين انجازات اكبر ان شاء الله؟ ان شاء الله. زين عبد الله، يعني انت يوم شاركت في مسابقه بهالحجم، مسابقه تعتبر كبيره على مستوى العالم، كنت خايف قبل تدخل قبل تخوض هالمسابقه؟ كنت خايف من المطار، من ركبنا الطياره لين وصلنا، ساحه الامتحان. نعم بس الحمد لله من في ماليزيا طبعا كوالالمبور، من سلموني الورقه الحمد لله سميت توكلت على الله. كفو عليك كفو عليك. وفجر يعني انت ابيش تقولين لي عن بما انك قاعد حضاي زين وفزتي في المركز الاول، قولي لي انت ايش كان شعورك اول ما اعطوك ورقه الامتحان وقالت يلا ابدا حلي الاسئله؟ كنت مستانسة وايد لأن كنت أعرف إني بفوز بالمركز الأول. كفاية. وحليت الورقة. بس ها؟ رجاء ظاهر مستانسة في جميع الحالات، فهذه ما شاء الله عليها يدل على الثقة، عندها ثقة في النفس. ودي نروح لأخونا نواف خليل، يعني شلون شفت التنظيم، تنظيم مسابقة في ماليزيا؟ والله التنظيم كان أكثر من رائع بحكم مرافقتك لبنتك طبعا. والله التنظيم كان جيد يعني ممتاز، والدول كانت مشاركة أكثر من 30 دولة، 3000 طفل كل امتحان تقريبا دخلوا فيه 1500 شخص. الحمد لله رب العالمين، يعني كانت تجربة جيدة استفادوا منها الأطفال يعني. نعم نعم. أنا عندي سؤال حق العيال، أبيكم تقولون كلمة حق أمكم وأبوكم بمناسبة هالفوز. عبد الله نبدأ من عندك. أشكر أمي وأبوي لأن وقفوا معي، شجعوني، ساعدوني أكمل. أيوة كيف عليك. إن شاء الله بتشارك مسابقات مستقبلية بإذن الله، إن شاء الله راح ترفع علم قطر عالي مثل ما رفعته في ماليزيا إن شاء الله بإذن الله. وريان شو تقولين حق أمك وأبوك اللي ساعدوك؟ أشكر أمي وأبوي. أيوة تقولين لهم تستاهلون ونبيكم تساعدوني عاد في المرات الجايه. يا بولا جائزه ولا ما يا بولش؟ هذا الجائزه. يا بولش هديه. يلا تستاهلين. وانا اعتقد ان رفع يعني يوم رفعتي علم قطر عالي هو يمكن اكبر هديه، ولا اكيد اكيد ان شاء الله. وفجر ايش تقولين حق امك وابوك الموجوده معنا في الاستديو؟ ايضا احنا ودنا نبارك لها في الفوز ونقول لها الف مبروك، ودنا تحكي لنا عن شعورها. أنا أشكر أمي وأبوي وايد لأنهم شجعوني وخلوني أدخل المسابقة. وإحنا أيضا مشاهدينا مبارك لهم، مبارك لكل أم وأب الشباب والعيال الموجودين معانا، وأيضا إحنا ما نقول لهم عيال نقول لهم شباب، وبإذن الله إن شاء الله مثل ما فازوا في هالجائزة إن شاء الله راح يفوزون بجوائز أكبر. وهذه رسالة نوجهها لكم مشاهدينا، إن ترى عيالنا عندهم مهارات وعندهم أشياء كثيرة، لكن الدور علينا إحنا وعليكم أنتم كأباء أنكم تطلعون هذه المهارات مثل ما شفناها عندنا في الاستديو، وراح يفوزون إن شاء الله. ولا إيش قولك يا جلال؟ نعم كلامك كله صحيح يا أبو ربيعه. طبعا احنا الوقت داهمنا، ولا كان ودنا نستمتع بالحديث معكم بهذه الأجواء الجميلة مع الأطفال اللي أمانة يعني يأتون بالسعادة في أي مكان يتواجدون فيه. شكرا لك أخوي نواف، شكرا ريان، شكرا فجر، شكرا يا عبد الله الخاطر، بيض الله وجيكم على كل حال، وإن شاء الله نشوفكم في مواقع أخرى ترفعون علم قطر فيها. الله يحفظكم إن شاء الله، وإن شاء الله نشوفكم في مراتب أعلى إن شاء الله. مشاهدينا، أقامت بلدية الدوحة مساء أمس فعالية بمناسبة اليوم الوطني في حديقة دحل الحمام، تضمنها بعض الحرف اليدوية والتراثية ورسم على وجوه الأطفال، بالإضافة إلى بعض المسابقات اللي راح نشوفها في التقرير التالي. نظمت بلدية الدوحة اليوم احتفالية في دحل الحمام بمناسبة اليوم الوطني، مشاركة مع الأطفال والسيدات.
تتضمن الفعاليات مسابقات وتلوين الوجه وحنة ومأكولات شعبية، وفي النهاية نتمنى من جميع الحاضرين اليوم الأطفال والسيدات أن يكونوا استمتعوا معنا بهذا الحفل. أنا أروح يوم الوطني عشان الفعاليات، وأروح درب الساعي ودحل الحمام. يوم الوطني يوم التكاتف والعزة والولاء. بحب أبا حمد، بحب أبا تميم. إحنا نحبك يا شيخ حمد. أهني بابا حمد، شيخة موزة، بابا تميم. والله أحبك يا قطر، قد السماء قد البحر قد الصحاري الشاسعة قد حبات البطر. والله أحبك يا قطر، وأحب حبات النزيل من دوحتك والله العظيم، وأحب أنا شيخك حامد، وأحب ولي عهدك. والله أحبك يا قطر. كلمات حلوة ولحن حلو وأداء حلو أمانة، سواء من يعني الفنان اللي غناها أو من الأطفال اللي أدوها أداء جميل. نعم يا جزاك الله. وتحمل معاني طبعا طيبة يعني. أكيد طبعا. مشاهدينا خليكم معنا، رجع لكم بعد هذا الفاصل. حياكم الله مشاهدينا ويا مرحبا بسلامكم بعد هذا الفاصل. حياكم الله مشاهدينا ومكملين معاكم ومتواصلين معاكم برنامج ترحيب، حيث نظم مركز قطر لبحوث الحوسبة بالاشتراك مع مبادرة تغريدات ملتقى المغردون العرب يلتقون، بهدف تعزيز المحتوى العربي الرقمي وتطوير المحتوى المرئي للإنترنت باللغة العربية، من خلال أيضا مشاركة مختصون من الوطن العربي يتقدم عروضا حول التقنيات الضرورية لتحقيق النجاح والتأثير في هذا المجال. مشاهدينا التفاصيل هذا التقرير. تجمعنا عشان نشوف شنو آخر التحديثات اللي صارت مع تغريدات. بيكونون تويتر نفسهم موجودين كمتحدثين، ويوتيوب، وأعتقد خرابيش اللي هم مختصين بالرسوم المتحركة، ومجموعة شباب من السعودية وفي من الخليج كلهم موجودين. مجتمعين نقدر نقول دعم المحتوى العربي. بدأنا الموضوع ان نشجع الناس يتكلمون بالعربي السنه الماضيه، والحمد لله يعني حبوا الناس المبادره وتبنوها على المستوى الوطن العربي كامل. وطلعنا من التويتر للترجمه، وترجمنا واجهه تويتر كامله واعتمدوها موقع تويتر الرسمي، ووصلنا اخر شيء للويكيبيديا، والحين نشوف المبادرات الجايه. التعريب بالإنترنت مهم جدا ثقافتنا، لأنه يقتل الاستخدامات الخاطئة للغة، منها استخدام اللغة العربية بحروف إنجليزية اللي نقراهم ما نفهم شنو معناتها في أغلب الأحيان، وتروح علينا المعلومة على الفاضي. فلما إحنا نعرب المحتويات اللي بالإنجليزي بالعربي تعم الفائدة أكثر للمستخدمين اللغة العربية واللي هم العرب بشكل رئيسي.
أنا وزميلي راشد الكواري عندنا موقع يختص بالمحتوى الكاريكاتيري العربي، نثري المحتوى العربي في ناحية الكرتون أو الكاريكاتير. هذه مساهمتنا. والمساهمة الثانية أن احنا نشارك في اللغة العربية بشكل عام في جميع أشكالها وألوانها بالإنترنت. حلو يا جرى الله إثراء المحتوى العربي من خلال مبادرة تغيير تغريدات، وهذا الملتقى اللي صراحة راح يثري الملتقى العربي الموجود عبر شبكات التواصل الاجتماعي. نعم يا صباح، وأنا أشوف شبابنا ما شاء الله عليهم، يعني كل واحد منا أو كل واحد منهم عنده مبادرة وعنده فكر معين في قضية معينة أو موضوع معين، فيسعى جاهد إنه يحاول يشارك فيها من خلال طريقته اللي هو يشوف أنها مناسبة. وإحنا دورنا يا جلال إحنا نبرز هذه المواهب ونقول لهم شدوا حيلكم ومنها للأعلى إن شاء الله. نعم. بجهد شخصي من شباب قطريين يهون اقتناء السيارات، أقيم في مواقف نادي قطر الرياضي تجمع لسيارات النخبة سوبر كارز. تفاصيل أكثر عن هالتجمع مشاهدينا بنشوفها في هذا التقرير. مرحبا بكم مشاهدينا ومشاهدين قناة الريان وبرنامج تراحيب. احنا حاليا في نادي قطر ومتواجدين في تجمع للسيارات الفاخرة. فكرة بدوها شخصين وقرروا ينقلونها لأرض الواقع، وقناة الريان موجودة في كل حدث محلي يصير في الدوحة وكذلك في كل حدث يدعم الشباب، فتابعونا. أخذنا الفكرة من التجمعات السيارات الأخرى، طبعاً كل واحد له تجمع كلاسيك وسبورت وهذه، ففئة عندنا فئة مظلومة شوي اللي هي السوبر كارز ما لها تجمع، فإحنا أسسنا قلنا إيش رأيكم، طبعاً هاي الفكرة أنا شفتها من المواقع والشبكات، فقلنا إن إيش رأيكم نأسس الفكرة في الدوحة ونطبقها ونعطيها تجربة. كانت عندنا تجربة تقريباً في أرض المعارض تقريباً من في رمضان، والفكرة ما نجحت، ما كانت لنا دعم، ما كانت لنا، لكن كانت تجربة كأول مرة، والحمد لله الحين يعني مثل ما أنتم تشوفون بدينا خطوة كبيرة. والله الحمد لله الجمع حلو، الشباب تجمع تشوف سيارات جديدة وسيارات أوروبية، وخاصة الوقت الحين وقت حلو، والجو لما تشوف الحين الجو يعني له حار له بارد، وقت مناسب حق التجمع. كأول تجمع جمعنا من 10 إلى 30 سيارة شخصياً، يعني إحنا بنفسنا جمعناهم. حالياً وصلوا تقريباً اللي الأكيد وصلوا تقريباً ما دون 50 سيارة، غير اللي ما ندري بيجون غير الإعلانات. يعني نشوف سلبيات التجمع اللي صار، فشفنا السلبيات وشفنا إنه يعني سوء تنظيم، أول مرة ما نعرف، كل واحد متوتر، كل واحد متدوده، ما نعرف إنه نوقف الناس، ما عندنا تعامل. حالياً شركات معنا مشاركة دعايات إعلان، نادي قطر ما قصر معنا، وهذا اللي شوفه أنت الحين. صباح ما شاء الله على الزميل عبد العزيز الهاجري، أي شيء يتعلق بالمواتر يكون متواجد ما شاء الله عليه في كل مكان حصله، ويعطيه ألف عافية، ويعطيه ألف عافية كل من يغطي لنا التقارير الموجودة عندنا في تراحيب. وأيضا مشاهدينا قبل أن نختم ودنا نذكركم بتغطيتنا لاحتفالات اليوم الوطني من خلال برامجنا اللي مستمرة معاكم من الصباح إلى الليل، ونذكركم أنه بعد هذا البرنامج راح يكون معاكم برنامج مشاعرنا إن شاء الله مع زملائنا سعد العتيبي وسعيد الهاجري بإذن الله. نعم، وأيضا صباح نبغى نذكر أخوانا المشاهدين أو نحاول ننوه النقطة، يعني انهم الله الله بالركادة الليلة اليوم ما شاء الله مطلع. يعني جاتنا أمطار الخير، وأنا أشوف يعني الحلبات متواصلة، يعني ما بين حلبة وحلبة، يعني يمكن حلبة أيضا، فيعني الله الله بالركادة في هذه الأجواء، وإن شاء الله الله يجزيك خير على التذكير يا جلال. نعم. صراحة نقطة في محلها، وإن شاء الله شبابنا يتوخون الحذر ويتحملون بعمارهم إن شاء الله. نعم. وصلنا مشاهدينا لنهاية هذه الحلقة من تراحيب، موعدنا معكم بإذن الله إن شاء الله القابلة، وفي أمان الله، مع السلامة.